تفضلي. يلا على مهلك. حاسة حالك أحسن؟ أنا منيحة عن جد، شكراً كتير على كل شي، تعبناك معنا. آسيا شو هالحكي هاد؟ شو شايفتيني واحد غريب معقول؟ إذا لازمكن أي شي وبأي وقت أنا موجود. شكراً دوروك. بدك شي يا أميرتي؟ لا سلامتك، شكراً. ماشي بشوفك. انتبهي على حالك. انتو تخانقتوا شي؟ لا. اكيد عمر، حاسستكم مو على طبيعتكم ابدا. لا ما في شي. يلا فوتوا انتو لروح جيب شي ناكله. ليش معك مصاري؟ هلا بدبر حالي، انتي فوتي ارتاحي. خدي. هدول ما بيجيبوا لي شيء. ايه خدي هدول، انا بشيل العظام على جنب للحيوانات. عن جد شكرا كتير، رح صير دائما اجي اخذ من عندك عظام لكلبتي، خاصه انك عم توزع ببلاش. تكرم عينك. أهلين، تفضل يا ابني. عفوا، أنا هلأ سمعتك عم تحكي مع المرأة إنه عندك عظم، يعني أكل للحيوانات. إيه صح، العظم والدنب والجلد، كل هدول كل شي بيزيد بخليه على جنب وبزعه، يعني مو أحسن ما ينكب؟ ممكن تعطيني؟ إيه طبعا، تكرم عينك، بس ثواني. تفضل. شكرا كتير، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. عمر النار كتير ضعفت، كأنه رح تطفي الصوبية. يلا معناها هلأ بطلع بدور، بلكي بلاقي شيء اشعله. بس على فكرة اليوم مو برد مثل مبارح، المهم انك قنعت لنا هالشباك ما عاد يفتح. على فكرة ريحة هالشوربة بتشهي. هاي شوربة شو؟ كانت امي لما نمرت تعملها، لقيتها بدفتر وصفات الاكل. قصدك مرقة اللحمة، دواء لكل مريض. نفس طعمة اللي كانت تعملها أمي، عن جد شكراً كتير. طعمتها كتير طيبة على فكرة. كان معك مصاري تكفي لتشتري لحمة يعني؟ إيه منيح؟ دبرت حالي. طالع شم هوا، كملوا أكل. وأنت ما بدك تأكل؟ أنا أكلت، ما بدي.
كنا نعرف نصلح هذا الشباك، عم يفوت هوا كتير، وبصراحة خايفة نمرض. أنا أكلت منيح هالغدا وماني جوعانة، فيكي تاكلي حصتي من المعكرونة. üstüm başım toz içinde önüm arkam pus içinde sakallarım pas içinde siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz. عن جد شبعاني موي. لا تقلق أنا بتحمل، يعني بوطي من على الطرف منزوع وكل ما بلبسه بيفلت فما عاد لبسته. Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime... كان رح يغمى عليها مبارح بالمدرسة. شو عم تحكي؟ ليش ليغمى عليها؟ لا تخاف، قالوا لي ما في شي مهم. القصة بسبب قلة الأكل. عمر أنا ما كان بدي أحكي جوا قدام آسيا. أنت عن جد عم تهتم بأختك بهالطريقة؟ ما في ولا جرام فيتامين بجسم آسيا، عندها نقص تغذية. يا ربي شو ساوي بحالي؟ شو ساوي؟ عم شقف حالي وما عم يزبط معي شي، شو ساوي؟ عم بترك أخواتي ناموا جوعانين. يا ربي أختي داخت من الجوع. أنا آسف كتير أخي، ما طلعت قد الحمل. خيبت لك ظنك فيني. والله اشتغلت وحاولت، عملت كل شي بقدر عليه كرمالهم. آسيا داخت وقعت بالأرض من الجوع. يا ريت متت وما سمعت هالحكي وشفتها بهالحالة. من وين بدي اجيب؟ والله راح اجن. لهون بس ما عاد فيني، رح أأمن لهم كل شي وبأي تمن، ما رح نقص عليهم شي، رح أفرجي الكل إنه أنا قد المسؤولية. Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.